الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المدن اليمنية تسبب في حدوث مجاعة وكوارث صحية. في مستشفى الثورة بمدينة الحديدة غرب اليمن تملأ صرخات الأطفال الذين يعانون من الجوع الشديد وسوء التغذية ردهات وممرات المستشفى، فيما تجلس الأمهات العاجزات عن فعل أي شيء بجانب أطفالهن. على أسرة المستشفى يتضرعن بالدعاء من أجل إنقاذ أبنائهن. ويحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الحديدة تشهد مستويات مزعجة من سوء التغذية بين الأطفال. في اليوم استقبل 5 حالات، أوقات يمكن أكثر من 5 حالات، يعني في الشهر يمكن يجي 70 حالة. أوقات نضطر نحن نأخذ أسرة من أقسام اللي هو القسم العام تبع الأطفال. ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أن 14 مليون يمني في أنحاء البلاد يعانون بسبب نقص الغذاء وعاجزون عن تأمين حتى احتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات الأساسية. ويقول مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن هناك ما يزيد على 1.5 مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية، أكثر من ثلثهم في حالة متقدمة وحرجة. هناك ما يزيد عن 1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية العام، 370 ألف طفل على الأقل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم، هناك ما يزيد عن 100 ألف و1000 طفل في الحديدة فقط يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم القاتل، الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم عرضة للموت 10 مرات مقارنة بالأطفال الأصحاء. ويعاني نحو 31% من الأطفال دون سن 5 في الحديدة من نقص حاد في التغذية. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد بادر بتقديم إغاثة عاجلة لإقليم تهامة من شأنها تخفيف المجاعة في المدينة المنكوبة. عبد الفتاح غلاب، الإخبارية.